أضاف العراق نحو 600 ألف برميل إلى طاقته الخزنية للنفط الخام في الحقول الجنوبية بعد افتتاحه لخزانين جديدين ضمن مشروع طموح تضمن إنشاء 12 خزانا في مستودع الزبير الواقع للغرب من مدينة البصرة، وقد اكتمل بناء جميع الخزانات التي وصلت طاقتها الاستيعابية إلى ما يزيد على 3,600,000 برميل، بما سينعكس ذلك على رفع عمليات الإنتاج والتصدير مستقبلا. باشرت اللجنة منذ 4 سنين في أعمال تشييد 12 خزان في مستودع زبيرتو. سعة الخزان الواحد 58,000 متر مكعب، أي ما يعادل 300,000 برميل. أدخلنا خلال الفترات المنصرمة 10 خزانات بالخدمة، وهذه هي نهاية الصفحة الأولى من إنشاء 12 خزان. اليوم سيتم تدشين الخزانين المتبقية الأخيرة. هذه الخزانين خزانية وخزانة راح تضيف طاقة خزنية إضافية بحدود 600,000 برميل. ويخطط العراق للوصول بطاقته الاستيعابية لكميات النفط الخام إلى 20 مليون برميل مع نهاية هذا العام، بغية مواكبة الزيادة الحاصلة في معدلات الإنتاج والتصدير من حقول الوسط والجنوب التي تخضع لاستثمار كبريات الشركات الأجنبية، حيث من المؤمل أن تدشن وزارة النفط قريبا كما أعلن مسؤولوها عددا من الخزانات بسعات مختلفة ضمن حقول مدينة البصرة. كانت الطاقة الخزنية قبل سنتين 8 ملايين، تطورت بفضل هذه الجهود اللي قلنا لشركة نفط الجنوب والمشاريع الآن إلى 14. نأمل إن شاء الله نهاية السنة أن تصل إلى 20 مليون برميل. ويتزامن ذلك مع تحقيق وزارة النفط لزيادة ملحوظة في معدلات التصدير بلغت نحو 2,600,000 برميل يوميا، قابلة للزيادة وربما حتى الانخفاض طبقا لطبيعة الظروف الجوية في مرافق التصدير العراقية، فيما يزيد معدل الانتاج عن هذا الرقم ب100,000 برميل من حقول الوسط والجنوب. الانتاج احنا في نفط الجنوب يصل الى اكثر من 2,600,000 إلى 2,700,000 برميل باليوم، الا انه كما تعلمون انه الانتاج يخضع الى كثير من الظروف، قد يزداد عن هذا الرقم وقد يقل احيانا. اما بخصوص الطاقه التصديريه فاحنا عندنا قدرنا نحقق خلال الشهرين الماضيين معدل يزيد على 2,600,000 برميل باليوم. ويبدو أن وزارة النفط اقتربت من معالجة العقدة الرئيسة التي كانت تواجهها البلاد في التصدير والإنتاج المتمثلة بمحدودية طاقة التخزين بعدما نجحت بإنشاء عدد من الخزانات النفطية العملاقة. زيادة الطاقة الخزنية ستمنح العراق حرية أكبر في زيادة معدلات الإنتاج والتصدير مستقبلا، وهذا ما تطمح إليه وزارة النفط بحسب مسؤوليها. من حقول الزبير النفطية في مدينة البصرة، سعد قصي، الحرة.